ورجعنا لكم فيديو جديد بعد سلسلة بعد أول حلقة من حل وملح، اللي هي الصراحة أنا حسيت حالي فيها صار لي 20 سنة في اليوتيوب. أنا والهرم، تعال يا هرم خش علينا يا هرم. يا جماعة الخير، اليوم بافلو وينجز، اليوم مش تحدي، اليوم بس أجواء لطيفة خفيفة. جبنا من بافلو وينجز شوية وينجز نتسلى فيهم، وأبو هيك 100-150 وينجز نقرش فيهم على السريع، مش عارفين صراحة العدد بس عدد منيح. عندنا هذا الزجاج السحري، صندوق العجائب، في 8 اوراق، ارقام 4 مفرحات و4 منغصات. التفريح عباره عن دبل تشيز برجر، مشروب حارق نارق متفجر، بذور الريحان ومهلبيه من نفيسه، ورانش صوص لانه كتير زاكي مع الوينجز، هو اجى معاهم بس احنا طلعناه برا. والمنغصات عندك صوص النودلز الكوري الحار، عندك ملح سكر ونودلز، راح نحط عليها نودلز حار، نودلز حنحط عليها صوص الكوري الحار. آلية الملح والسكر كيف حيكونوا؟ انه حتغمس الحبة ملح وتاكلها واللي بيطلع له سكر بيغمس السكر. يا رب حلو. بيطلع لي السكر واللي بيطلع له اللي بيطلع له هاي رقم 5 شو بسوي؟ بحط على 10 حبات. لا مش 10، 10 5 على الاقل، 5 حبات. اوكي خلص 5 حبات بغرقهم وبفقعهم، ممنوع ما ياكلهم. واللي بيطلع له 8 بده يحط. يا جماعة الخير انزلوا اعملوا لنا سبسكرايب. طبعا احنا حكينا لهم كل الصوصات برا عشان احنا نشكل ملون من الصوصات بكيفنا. نلعب حجر ورقه مقص، مين يسحب اول ورقه وشو بيطلع له فيهم؟ للثلاث يلا. حجر ورقه مقص واحد حجر ورقة مقص احتمال يطلع لي شيء. مستعجل انت يا رب. يا رب السكر. يا الله. لا دبل تشيز برجر. بدي ابلش انا والله متوحم مع تيستي صوص، ظبط لي التظبيط. واو والله ولا لقمه هسه. ما هو لما يطلع لك مش عارف شو ما هو والله بعطيك. لا لو سمحت انا بدي ابلش هون واثناء هاي الجوله يا جايز بدي استمتع. انا شو بده يطلع لي اليوم؟ لا انت بعد ما ناكل اول 5 بعدين نمسح. طيب يلا ماشي اوكي. اعطيني لا بلش لي بواحد انا غير ولا شيء. ماشي سويت شيلي قرب تكون الميزان نجرب. سويت شيلي تفاهم تفاهم ولا مش فاهم؟ سويت شيلي غرقاني. وال هذا مش سويت شيلي، سويت اند ساور. اوف مازكا محبب دير زاكي. هذا مش غارليك بارميزان، هذا صوص اقوى من الغارليك بارميزان اتوقع، اسمه كريزي يمكن. هاي لحظات سعيده. انا مش قبال اذا بتاكلها كلها والله. انا مش قبال هيك التحدي. طب لقمه هيك التحدي. لقمه خليه لقمه. ما هو لا ما مش قبال يا زلمه، مش قبال.
والله ما بعطيك ولا عندي فراش كده بيطلع على الرانش. دوقني ما بدي دوقني بقول لك شو استفدنا؟ ما عندي مشكلة. أنا مش سامع إلا ما طعمين أنت. بيكلز برجيو برجيو بيكلز. يا أخي زي كأنه البطاطا عندهم مميزة. صح؟ بافالو أنا بحبك. بافالو وماكدونالدز تشيز برجر. أنا اليوم جاي عشان بافالو جاي عشان المال. عادي. طب ليش 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 هيك؟ لماذا؟ يا دور. طيب يجي دوري بالسحب. إن شاء الله نطلع لك أخوي الراش. ملح وسكر. أنا حاسس إنه ملح وسكر. ستة. ستة. يا رب ملح. هيو. يا رب ملح. هذا إيش؟ ملح ملح. سكر. 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 دعم العقاب عشان أنا استعد. تقدر تقدر تحط صوص بعدين تغمس فيه. لا ما بدي بدي هيك. أيوة ورجيهم إياها. ورجيهم إياها. قطعة وينز عليها سكر. أوكي. إيش كفاءة؟ ابعد عني ابعد عني. بس حط على كتو كتو والله كتو. بدك تاكل واحد تاني يعني؟ اوه احنا هيك نبلش عقبات ما بزبط يا رجل. انا طلعني مش عقاب. بحكي عن حالي انا شو بدي فيك انا؟ اخ نص وطعم بعد والله بدعي الاشي الوحيد اللي كنت بدعي انه ما يطلع لي السكر طلع لي اول واحد. اللي يخاف من العفريت يطلع له. عادي عادي جيب دور. انت راح تستلم الكوري انا متاكد. انا بدي استلم الكوري لاني رجل والرجال قليل. ممكن تفتح بوا يا شاب؟ والله يضيق على حدا بس. عبود اكثر محل وينز بتحب تاكل منه وين؟ بافلو. حتى انا بصراحه في الشغل. صوصاته ما حدا يعرف. براند اردني عالمي بافلو. طب يلا اسحب اسحب. خل واحد يتسلى. راح نخلص الاكل اسحب. اذا بطلع لك الرانش راح اتضايق. لا والله عارف. لا بطلع على هدول. او يطلع الكوري. شو؟ ملح. لا ملح سبعة. اربعة. هلا بي رانش. لا يا زلمة لا مش الرانش مش الرانش. فكرت سبعة. ما طالع انا. الو انا مروح. يا الله شو حظ الله يطعمكم حظي والله ما بتذوق سامع هسه يعني ايش حيطلع له هسه خياراته خفت انه يطلع له اشي منيح شوف الرانش اوه في عندي ثلاث علب عادي بحط علبه حبه شو بتشد بعدين تحط هيك في الرانش اكثر اكثر باربيكيو مش هي باربيكيو تحط هيك ول هيك اسمع ضل بدي هاي خذها هاي خذها كمان لا خربت ايوه يا الله بديش اياها تلاقي ما بدي اياها بتذكر بيك عشان انك بدك اياها راح اكلها تعال ادخل لي على مهلبيه نفيسه مهلبيه والله ما بتدوق منها ولا شمشم ريحتها شم الله اسمع بس ممكن والله اسمع اسمع مو 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 هات علبتين الرانش اللي ضايلين وخذها كلها والله ما بتاخذهم جماعه الخير مهلبيه نفيسه غير شكل طلع القوام طلع القوام خذ خذ كان في حتة زيتون كنت حموت فيها راح أخليها بعد عشان أحلي عليها لا منو أخاطرك ما هو خليني يا هون واسحب اسحب الأكثر اسحب كيف المهلبية؟ والله ذاك بالله عليك زاكي كانت اليوم طول عمرها زاكي طول عمرها بتشهي
استنى الجواب لما ماشي زيك. انا بموت في الاجوبه الدبلوماسيه طبعا سيدي. يا اسحب 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 فرجيني. عيني عينك علي عينك علي. ايوه الكوري والله الكوري والله الكوري. لا تكذب والله الكوري. كوري 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 اخوان. بالنسبه لنا الكوري مش عقاب هو انبساط. لا اعطيني اجرب معك اعطيني اجرب معك ما عليك. وهذا اللون بس خلص خلص شو؟ لا انا راح اخذ نتفي صغير. ها ها عشان ما تقوليش ما شاركتش معك بالعقوبه. اعطيني انا بدي ابلش فيك كمان. ها اوف كثير امسك يا رب. كوري ان ذا هاوس. بس انا حاس قديش حار. انا غرقها انت. انا قاعد غرقها. كم حكينا؟ حبة؟ خمسة. والله عيط. لا خمسة. والله انه زاكي. والله انه النودلز الكوري يا اخوان زاكي. اوه بلاش تعيط الرجل والرجال قليل و هذا غمض حمية. اسكت معليش العقاب انا باخذ نتفه بس. تعرف شو اللي بصبرك؟ انه زاكي وطعمه كثير زاكي. متت وجع. كم واحد اكل كله؟ يلا كل 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 اعطيني السويت شيل. يلا يلا منيح اللي اكلت الراج الراج بدي هذا. خلاص عفيت عنك. لا بس جد عفيت عنك خلاص. بس انا مش حاعفو عنك. Don't try this at home. بس اخوان اللي مش قد الحار ما في حياته يفكر يجرب الكوري. ضرب واحدة إلي واحدة تنتين إلي واحدة إلك واحدة إلك واحدة إلي واحدة إلك. ما عنديش مشكلة في الملح ملح أو كوري إن شاء الله الصحن كله بوك. أيها سحب عادة لو كوري كوري. بسرعة بس أنا بحط أنا بحط يومهل ولا يومهل بس بدك تأكل الصحن طبعا. نودلز كوري انتقام سريع. انتقام شو يا زلمة؟ انتقام شو أنا يعني قلت لك جيبه وكله؟ روح ولا كره الجول مش شي يشربه. أنا لسه كنت باكل إشي يعني فاهمين هذا؟ أوه كمله. أشهد بالله إنه لذيذ. أشهد بالله زي ما أكل معي بالضحايا وكل معه. انا لسه والله زاكي نعرف انه زاكي. حرارته ما بتروح. مهلبيه مهلبيه. ايش بدي ادير لك شويه رانش؟ والله بتعطيك مهلبيه. تسامح تسامح. تعال ها من ايدي كمان تعال. وين؟ جد كرر عليك نص عمرك بقول لك. هات انت الرانش يلا. بدي اقول لك حبة امسك حبة. حبتين ما معلقة اعطتني. معلقة شوف انا اه طيب اجيب لك. طيب يلا حط حط لي هون حبتين هيك يلا. وش يا ولد؟ قول بعطيني وحدة دم. الرانش يا اخوي في زمن المنافسات يا اخوي عشان حبتين.
بدي اسحب اخر ورقة لي. يا رب ملح، يا رب نفسي اشرب اشي. يا رب انا ماشي خلص. ملح سبعة ولا هو هذا ملح عشان تاكله وقت ما بدك. تعالي هون. انت حاسس بشعوري صح؟ لا ما هو اجيبه ما اشربش منه كمان. طب هذا انا تعبت بجيبته عاد وقفت على الدكان وشريته. بس انا جبت كل شيء على الطاولة عادي ما شاء الله. بقطع معك مهلبية اذا خلصت اسمعي، مش راح تشم ريحة المهلبية، مش راح تشم ريحتها والله. لا اعمل مشكلة في الكواليس. لقمة صغيرة منيحة ولا العدم. بردت حليب تحت النار. لا بيدي. لا انا مش هربك اياه. لازم بيدي اسكت. لا. ايه قاعد بيدي. يعني حظي تلاقي لي تشيز برجر والمشروب والرانش. ثلاثة من اصل اربعة مناح. وهو ثلاثة من اصل اربعة منغصات. وصلنا عند الملح. انا كنت شارب الضنسية ظل البقدونسية. طب انا الله يرضى عليك. انا اخر عقاب طلع السكر. سكر طلع لي السكر وطلع لي الملح وطلع لي ثلاث عقابات ما تتدخل. بغطسها كلها وما تحكي. قلش حطها بصوص وغمسها اخسر. طيب انا العقاب الاخير طلع عندي الملح. حلو. اليوم انا اخذت السكر واخذت الملح واخذت النودلز واخذت حلو. بس طلع له مهلبيه طعمتك منها اسود. حتى بالمهلبيه ما زبطتش. طيب اخوان ملح. انا كنت مغمس في الملح خلاص. ما في مي حتى. ما تيجي تلعب مع حظي. حظي كتير قوي. خلصنا عقبات وخلصنا منغصات ومفرحات وكذا هيك. ازز يا جماعة الخير، ما تنسونا من لايككم وشيركم وسبسكرايبكم. ان شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لليوم. كانت حلقة يعني منافسة ارقام ضحك. نغير لكم جو ونغير طبعا الجو. طبعا ضحك. اما انا باكل كل العقبات كل ضحك. كيف وانا معكم اليوم يعني ضيف بالحلقه بكل عقبات. انت مش ضيف يا اخوي، لك الدار ولنا العتبه يا اخوي. هلا بيك سلو. هو عارف هذا الحكي. وبنتمنى يكون وجودي انا وعبد الله معاكم في هاي الحلقات عجبكم. لا تنسوا تنزلوا على الكومنتات وتكتبوا لنا شو حابين نعمل لكم افكار بالفيديوهات الجايه. تنزلوا على الديسكربشن تحت بتلاقوا حسابات اسماعيل كلها موجوده، انستغرام وتيك توك. فوتوا روحوا هناك واعملوا فيسبوك وفيسبوك وروحوا اعملوا له فولو هناك. اعملوا لنا فولو واعملوا لنا سبسكرايب هون. واخيرا سلام.